شجر رأسه، احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الغص، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد ومتجدد من هلا سألوا عبر خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. نرحب في بداية برنامجنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. وبكم أهلا. وش رأيكم؟ الحمد لله، الله يحفظك أجمعين يبارك فيكم، الله يطول في عمرك إن شاء الله. آمين. وللمشاهدين الكرام كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة من حين إلى آخر بعد موضوع هذا اليوم إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من تمام الإيمان بالله وكماله أن يحب كل مؤمن ما يحب لنفسه من الخير والمعروف. مع فضيلة الشيخ كمال بوزيدي، تفضل شيخنا. شكرا سيد المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى على نعمه، ونحمده على آلائه، ونحمده على العافية وتمام العافية، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده، على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كما ذكرت أستاذ المؤمن قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يركز ويدعم هذه الآية ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يعني بمعنى أن المجتمع يعتبر عائلة واحدة، إذا اشتكى منه عضو، إذا اشتكى في هذه الأسرة مرض أحد أعضاء الأسرة، فإن الأسرة كلها تصبح مريضة، بمعنى قلقين منشغلين بهذا المرض، منشغلين بهذا الشخص المريض، فهم لا يستطيعون النوم يعني نوما هنيئا. لماذا؟ لأن عندهم مريض، فهم مرضى. لذلك يقال إذا كان هناك مريض في الأسرة فالأسرة كلها مريضة، لأن كلهم يسعون لرفع هذا الداء ولا لرفع هذا الألم عن هذا المريض، يأتون له بالطبيب أو يأخذونه إلى الطبيب، وهم دائما قلقون هل يعني يشفى أو لا يشفى إلى غير ذلك. فلهذا هذا فعلا الإحساس الاجتماعي، هذا فعلا الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، والذي يعني يؤمن بأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا الله سبحانه قال: الله في عون العبد، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فبما أن هؤلاء يعني الأفراد يعينون بعضهم بعضا، فالله يعينهم، وإذا كان الفرد الواحد يعين الجماعة فإن الله يعينه، وإذا كان يعين الفرد يعين فردا آخر فإن الله يعينه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: خير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس أنفعهم لغيرهم. بمعنى أن الناس هم أهل الله، وأنفعهم لأهله هم خير الناس، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفضل ذلك الإنسان الذي يخدم الناس ويعين الناس، وهذا الإنسان الذي بمعنى يسعى لقضاء حوائج الناس. لذلك في حديث وفي عبد الله بن عباس يعني المهم المروي عنه قال: لا أن أقضي حاجة من حوائج إخواني أو أخي خير أو أفضل مني من أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. شوف
الاعتكاف بمعنى فيها الصلاة، فيها الذكر، فيها قراءة القرآن شهرا كاملا، وين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم. ولكن قال لا، قال لأن أقضي أسعى لقضاء حاجة من حوائج إخواني فهذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أن أبقى في المسجد وأعتكف، أبقى يعني أصلي وأذكر وأقرأ القرآن، فقضاء الحوائج للناس أفضل من هذا. فهذا إذن فضل التعاون، فضل التكافل فيما بيننا، وهذا بمعنى أن الإنسان لا يكون أنانيا يحب لنفسه فقط. فالإنسان الذي يحب لنفسه فقط هو الشيطان، هو الذي لا يريد لغيره الخير، وإنما فقط يريد أن يوقع الناس في العداوة والبغضاء، ولا يحبهم أن يتعاونوا، ولا يحبهم أن يتضامنوا، ولا أن يجتمعوا على كلمة واحدة. فلهذا الله سبحانه وتعالى يحب ويفرح بذلك الإنسان الذي هو غاب والناس حطابة، إن هو غاب والناس حطابة يعني يستفيدون منه، يخدمهم، يسعى لقضاء حوائجهم، يعينهم، ومن بينها الصدقة، ومن بينها زيارة المرضى، ومن بينها السعي لقضاء يعني بمعنى حاجة المسكين والأرملة واليتيم إلى غير ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في الدنيا، يعني خير البيوت هنا في الدنيا كلها بيت فيه يتيم يحسن إليه، أفضل البيوت بعد بيوت الله. يعني أفضل البيوت بيت دار اللي فيها إنسان يتيم، ولد يتيم صغير، ولا طفلة صغيرة يتيمة، هذا يحسن إلى هذه الطفلة ولا يحسن لهذا الطفل الولد، هذه خير الديار كل كما كانت إلا المساجد. علاه؟ لأن شوف يدخلون السرور لإنسان معدوم الوالدين أو معدوم الوالد، فلهذا الإنسان المعدوم في إنسان يدخل في قلبه ويدخل في نفسه هذا الفرح وهذا السرور، ويدعمه بمعنى بماذا؟ بتقديم خدمات، بالسعي قضاء حوائجه، بالسعي الدفاع عنه، فإن الله سبحانه وتعالى كذا يكون في قضاء حاجته وهو لا يشعر. فلهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني خداما للناس، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن جعله الله سبحانه وتعالى يعني مفتاح للخير مغلاقا للشر، أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخير، وأن يوفق كل المجتمع وكل الناس أجمعين أن يعني يتعاونوا فيما بينهم، وأن يتحابوا، وأن تجتمع كلمتهم على ماذا؟ على الحب والسلام، والله سبحانه وتعالى هو التوفيق والمسدد لكل شيء. سبحانه وتعالى، بارك الله فيك، الله يجزيك خير شيخنا. نشرع بحول الله تعالى مشاهدينا الكرام في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم. هناك سؤال في الحصة الماضية شيخنا من عبد الكريم المسيلة، يقول رجل كان متزوج وطلق زوجته وتزوجت وأنجبت بنت، وتزوج هو أيضا وأنجب ابن، هل يسمح لهم بالزواج؟ بارك الله فيكم. نعم، بما أن هذه المرأة هي منفصلة عن هذا الرجل ولم يؤتوا يعني بمعنى من الأولاد، ربي ما رزقهمش الذرية، ما عندهمش دراري، هذا تزوج فوهب له الله سبحانه وتعالى ولدا مثلا، وهذه بما تزوجت فوهب الله لها بنتا، إذن ما فيش علاقة، خلاص أصبحوا منفصلين متباعدين غرباء، يعني جاز هذا الولد أن يتزوج بهذه البنت لأنه ما عندوش علاقة، لا هو وليده، لا هي كذلك وليدها، ولا هي ذاك بنته، ولا هي بمعنى وليدها وليده، فإذن ما فيش علاقة بنوة ولا كذلك علاقة بمعنى المنقول بمعنى هذا انفصل ما عندوش دراري، وهذه انفصلت ما عندهاش دراري، إذن هذا أصبحت غريبة عنه، وهذا أصبح غريبا عنها، خلاص هذا يجوز الزواج بهذه، والله تعالى أعلم. إن شاء الله، بارك الله فيك شيخنا. وإذا كانت هناك ذرية مثلا كانت بنت بيناتهم، ومثلا هو جاب ولد من زوجة أخرى وعندها بنت من أب آخر، هل يصح لهم الزواج؟ من جانب الأم
هذو خواتاتها، هذو هذه لأن وليدها هذا. إذن هذا بمعنى ينسب لها، لأن هذو ولادها كل، حتى ولو جابت من رجل آخر فأصبحوا إخوة لأم. نعم. وهذا باباه، وهذا الأب هذا زاد أنجب ذرية أخرى، وهذا أصبحت خالة في هذه الأسرة عن طريق ماذا؟ عن طريق الأب، فأصبح بما هذو إخوة لأب. يختلفون شيخنا في الأب ولا في الأم؟ نعم، هذه تعتبر إخوة لأم، وهذه يعتبر إخوة لأب. يعني ما يت... في هذه الحالة بمعنى هذه كيف تزوج؟ هذه إذا قلنا تزوج بهذا، أم خواتات كيف تزوج؟ أم واحدة ولادها كل، تزوج ولادها وتزوج أخ من أخت، كيفاش؟ حتى لو اختلف الأب؟ حتى لو هذا بمعنى من جهة الأب. ها بمعنى هم إخوة لأب. نعم. صح، من جهة الأم هم إخوة لأم. إلا هي حبت تزوج من جهة الأم، راهم إخوة لأم. إلا هو حبت تزوج من جهة الأب، راهم إخوة لأب. لأب. هذا وليده وهذه كذلك وليدها. معناتها كيفاش؟ وجابت أنجبت ذرية من جهة أخرى من جهة الأب، راجل جديد. جديد. وهذا مرأة جديدة. ولكن هم متفقين على هذه. هذه وليدهم في زوج. نعم. حتى ولو أنت زوجت بواحد أخرى وجبت أنجبت هذه، يقول هذا خاوتي من بابا. وهذه يقولوا خاوتي من يما، وانت تزوج خاوتك من يماك، وانت تزوج خاوتك من باباك، ما يجوز. ما يجوز. نعم، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. نستقبل اول مكالمه من بلقيس من ميلا. السلام عليكم. ام بلقيس. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي ام بلقيس. يبي تفضلي. عندي سؤال فيما يخص الميراث. الميراث، نعم. مثلا احنا زوج بنات. إيه؟ الأب تاعنا توفى، عندنا الإخوة أشقاء الأب تاعنا زوج توفاو قبل الأب تاعنا. نعم. وكاين عندنا مازالت على قيد الحياة، وكاين زوج إخوة لأب. نعم. كاين ابن أخ شقيق اللي توفاو. شقيق. من هو اللي يدخل معنا في الميراث؟ شكون؟ شكون اللي يكون عصبة معنا في الميراث؟ نعم. شوفي الحاجة، هنايا كي نهضروا في التركة ما نهضروش كما كي تهضري انتيا. حنا نهضروا نقولوا فلان مات، خلى ولاده، خلى خاوته، خلى خواتاته، خلى بمعنى كما نقولوا ولاد ولاده إلى غير ذلك. ما نقولوش كي اخي خاش كي تقولي له هذا خلى العمه وخلى تلفيها له هذاك اللي يتكلم، لا، هذا توفى واش خلى؟ خلاكم انتم ولاده. باباك شكون اللي مات؟ باباك ولا يماك؟ باباه. هذا اللي توفى خلى باباك. زوج بنات. باباك خلى زوج بنات. ما فهمتش انا. خلى باباه اللي توفى. باباك اللي توفى. وفى باباك اللي توفى. الله يرحمه. ايه، على الاقل نقول له الله يرحمه. خلى زوج بنات. هام زوج بنات باينين. صح. خلى الزوجه. خلى الزوجه. ايه. باباه ويماه. باباه ويماه ما كانش. اخت شقيقه. باباه ويماه ما كانش. ما كانش. صح. خلى اخت شقيقه. صح. اخت شقيقه وكاينين زوج اخوه لاب. وزوج اخوه تاعو لاب. ايه. ايوا صح. كاش ما تحبيتي تزيدي ام بلقيس؟ كاين ابن اخ شقيق في مملي توفى. لا، هادو توفوا بعد باباك. قبل. قبل باباك. ها. هادي اخوة تاعو ولا تاعكم؟ ابناءو. ولادو ولا خاوتو؟ اخوة تاعو. اخوة تاعو، كيفاش معناتها العموم؟ هادو عموم ولا اخوة؟ لا، إخوة غير أشقاء شيخنا. يعني إخوة تاع الميت؟ لا. إخوة تاع الميت ولا أبناء الميت؟ لا، ابناء الميت ما عنده غير زوج بنات فقط. طيب. كيفاش؟ إيه. فهمتي الشيخ؟ خلاص أنا مفهوم، أنا فهمت. خلى أخي شقيق أمهم حية. هي. وخلى الإخوة لأب حيين. حيين، إيه. وخلى أولاد الإخوة أشقاء. خلى واحد فقط، ابن أخ. ابن اخ شقيق اللي ميت، هذاك الميت. شكون يدخل في الميراث انا شيخ؟ هنا كيغلب باش تفهمي بنت البنات فقط. يجاوبك الشيخ على المباشر. البنات اللي ورثوا الاخت شقيقه، هذا ما كان. واضح ام بلقيس؟ واضح، شكرا شيخ. مع السلامة، في حفظ الله. الحاجة هبة ولا بهية؟ يا بهية.
تفضلي. السلام عليكم. تفضلي الحاجة بهية. مساء الخير عليكم، واش راكم؟ لا بأس، ربي يحفظك يطول في عمرك. الحمد لله. حبيت نسقسيك واش خطرت. رفعي صوتك ربي يحفظك برك. قلت لك نسقسي شيخ، عندنا خونا مات وخلى 3 بنات مزوجين في ديارهم. نعم. ومرته وحدها، نعم عليك الله. نعم. مرته وحدها دوك، والدار تاع يما. يما الدار هي اللي شريتها. بس على اسمه شريت هي الدار. على اسمه. على اسمها، على اسم يما. صح. دوكا غادي مرت خونا خديناها حتى جوزة العده وكامل، وراه تطلبوا في حقهم تاع الدار، حبوا نبيعوا الدار باش نعطيهم حقهم، خاطر عندي خواتاتي ماتوا، كاين غير وحده اللي ماتت قبل يما، الاخرين كامل ماتوا مور يما. نعم. هي دوكا تقول حقرتوني ويتوكل علينا ربي كل وقت، كل وقت حسبي الله ونعم الوكيل، حقرتوني حبيتو تخرجوني من الدار. كيف نديرو معها يا شيخ؟ حنا ما حقرناهاش، عندها هي عندها قدام دارنا كانت شرات دار استوديو، شرات استوديو قدام دارنا وكذبت علينا، خبات علينا حتى كي سمعنا قلنا لها لا هنا وعندك. نعم. قالت ما كاش منها ماشي صح. كي بنينا حفظنا ليها هضرنا معها بالمعقول، قلنا لها يا ودي ها واش كاين واش كاين، حنا ما نخرجوكش نهار سيبي الدار تخرجي. قالت لك لا لا ما عنديش وين نروح. قلنا لها عندك، بدات تحلف، قالت ما عنديش ما عندي، حتى ولا بان عندها هذاك هو هذيك هي هذاك الاستديو اللي قدامنا تاعها شريته. يجي علينا ينصحها الشيخ ان شاء الله ويجاوبكم ان شاء الله. ان شاء الله تسمع له ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذه تاع كل وقت تكون كل علينا ربي، ما واش درنا احنا ظلمناها شيخ، ما ظلمناهاش عند ربي، ما ظلمناهاش. انتم راكم تطالبوا بحقكم، ماشي غير احنا، حتى الورثه الاخرين. وعندي هذه اختي اللي ماتت قبل يما، سقسي شيخ يعني ولا ولادها يورثوا معنا. طيب يعطيك الصحه، مع السلامه. مالك صح، مع السلامه. هل هناك اتصال زملائي الكرام؟ الحاج مشلف، السلام عليكم. الحاج، السلام عليكم الحاج. كان اتصال آخر شيخنا. طيب نذكركم مشاهدينا الكرام بأرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة، من حين إلى آخر برنامجكم هلا سألوا لإجابة عن أسئلتكم الدينية والفقهية الشيخ كمال بوزيدي. نصيرة من سعيدة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي الأخت نصيرة. السلام ورحمة الله، أنا بغيت نهضر معك سي بوزيدي. نعم. عندي الولد شوية خاطي طريق، فيدعو له ربي. نعم الابن. هذا من النظر، خايط بوه ربي، هو بروحه يقول لكم ودي الأنبياء والأخوين. الدعاء يقول يا ربي نستخدم من الحياة، وخر علي الحياة. الله يصلحه إن شاء الله ويهديه إن شاء الله. آمين آمين. إن شاء الله سيدة نصيرة، مع السلامة في حفظ الله. سلامة. مع السلامة. كانت عبد الرحمن من وهران، السلام عليكم. سلام عليكم. تفضل السيد عبد الرحمن. عندي سؤال فيما يخص عاشوراء. عاشوراء. نعم. إيه وش كبيها؟ العاشوراء مدوها المساكين والفقراء الى اخره، دوك ملي تاع راك تسقسي على زكاه المال لمن زكاه المال. نعم. مدوها المساكين والفقراء والمحتاجين الى اخره. نعم. اشكون نجمو نمدو نصيب، اشكون نجمو نمدو نصيب من زكاه المال للمسجد، باش الناس المتكلفين بالمسجد يشروا اشياء تاع النظافه، يشروا الماء، يخلصوا العدسات. نعم. الى اخره. اسكو زكاة المال تجوز للمسجد ولا لا؟ يجاوبك الشيخ ان شاء الله سي عبد الرحمن. بارك الله فيك. مع السلامه. سلام. شكرا، مع السلامه في حفظه الله تعالى. حسينة من جيجل، السلام عليكم. الحمد لله سيدة حسينة. الحمد لله الحمد لله. تفضلي. زيد فضلك وليدي ان شاء الله. آمين.
قد وانا نحوس عليكم ما قدرت نحكمكم لا ندي نحكمكم على بالك الهضره طرافني معليش معليش بعقلك اول سؤال حبيت نسحو عليكم نعم رحموني على الراجل تاعي اولين ما هيش شو تاعي الله يرحمه ويسع عليه الله يسلمك وليدي يحفظك وانا حبيت نطرح لك سؤال انا درت عمره نعم وساعة التسلام هذا قال لك انا الشيء الذي يسلموك لك طبقتها يعني كاينين اخرين اللي قال لك ما تساويش اسمه اسكي هاني كيف ندير معاهم مليحه معاهم مانيش مليحه فهمت شيخ السيدة حسينة السيدة حسينة السيدة حسينة أوي اسمعينا من الهاتف نقصي صوت التلفزيون من الهاتف أنا من الهاتف اسمعك طيب عاودينا السؤال رحتي للعمرة إيه وش صار بعد العمرة تاع كيما نقولوا احنا تاع التسلام انا درت معاكم وطرحت السؤال تاع باش نسلم معاك على الرجال راك تعرف اسمه انا كي قلتوا لي كتسمى نطبقها طبقتها كاين اللي ما شفتهاش نعم كنا نقولوا لا تسد في صغار وتربوا عندي وكلش انا كي درت مع الشيخ قال لي السما اللي يجوز لك ماهيش محكوم تاعك ما تقدريش تسلمي نعم يا اخي هكذا دوك حبيت انا قلت بالك ما فهمتش مليح حبيت تفهموني مليح حاضر يفهمك الشيخ ان شاء الله الشيخ كمال يفهمك عايش هنا ما فهمتوني والاخر والعرس اسكان كما نقولوا احنا دوك الوش ديالها حد دوج بنتها كما نقولوا احنا العرس تقولوا مقروع الغناوي ما نروحش على بالي تقطعني ونروح خصها تزيد العمره تاعي يعني ينصحوني برك ان شاء الله حابه تنصحوني عرس عرس شكون هذا؟ هذه لوستي 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 راح تزوج بنتها ان شاء الله كل شيء مبروك الله يسلمك ان شاء الله كنت حبيت نسقسيك على حاجه نعم اسك واحد بس هي يموت نهار صباح القبر يروحوا ليه كاين يقول لك اللي يقول لك حرام وكاين اللي يقول لك مكروه وكاين اللي يقول لك ما تروحوش مره للجبانه وكاين نهار الجنازه كيما نقولوا حنا الغدوه يروحوا صابوا القبر اسك هذه كاينه منها ما كايناش يجاوبك الشيخ ان شاء الله صحيح ربي يعينكم ان شاء الله وفيكم الحمد لله يا اليوم كيحتمسكم الله يحفظك سي حسينه ونجيب ان شاء الله سمية من باتنا السلام عليكم ورحمة الله سلمى من باتنا السلام عليكم سيدة سلمى برنامج القيم سيدة سلمى قناة القرآن الكريم تفضلي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكرك على هذا البرنامج القيم الله يحفظك ويبارك فيك تحياتي للشيخ كمال بوزيدي الله يحفظك الشيخ أنا عندي ثلاث أسئلة رفعينا صوتك ربي يحفظك سيدة سلمى ثلاث أسئلة لو سمحت الأول سؤال الأول شيخ أنا يا مثلا عندي صلاة فائتة ما عنديش بالده يسمى عندي مدة مانيش عارفة بديت على 30 سنة صلي ولا ما شفتش إكزاكت بس المهم أنا دركا باش نقضي لازم اسكو نقدر نقضي صلاة فائتة يسمى صلاة حاضرة نصليها عادي صلاة فائتة نقدر نقضيها مثلا على الكرسي اني تعبانة شوية عندي فقرات ولا ربي يشافيك يعيشك ربي يهنيك السؤال الثاني نعم عندي مثلا انا كنت نصلي صلاة بكري ما كنتش عن بالي باللي صلاة مثلا صلاة نصلي صلاة الجهر والسر سرية وزهرية كنت نحسب فيها بكري صلاة سرية نعم هذا وين بديت نعرف باللي لازم صلاة كنت نصلي صلاة في كل سرية مثلا نعم. على باليش باللي هكذا المهم اسكو انا آثمة ولا كيفاش ولا يجاوبك الشيخ ان شاء الله السؤال الثالث لو سمحت تفضلي فيما يخص الأذكار بعد الصلاة وأذكار مساء والصباح نقدر نقولها سرية ولا جهرية بعد الصلاة بعد الصلاة أذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله إن شاء الله وجزاكم الله كل شكرا خير شكرا شكرا سيدة سلمى مع السلامة في حفظ الله تعالى
شيخنا شيخ كمال ربي يحفظك اجمعين همالي راني وحدي ربي معانا ان شاء الله امين ان شاء الله. بالنسبة لأم بلقيس جاوبنا عليها شيخنا تسأل عن الحاجة بهية بمرداس نفس السؤال تقريبا، لكن تقول أخي توفي رحمه الله وزوجة الأخ راهي ساكنة في هذا البيت اللي هو بيت الأم تاعنا اللي هو الزوج نتاعها، حبينا نبيعوا هذه الدار وكل واحد يدي حقه ورزقه. زوجة الأخ ما حبش تخرج من هذه الدار وكل يوم تقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل وتوكل عليهم ربي، تقول لك كيف نتعامل مع هذه الزوجة؟ شوف عبد الله زوجة الأخ هذا بما أن يعني هذه الزوجة عندها دار، إذن في الحالة تنتقل إلى الدار تاعها وتدي حقها من الدار الأخرى اللي هي الثمن، ما دام عنده الوليدات اللي مات عنده الدراري فهي لها ثمن من هذا الدار، والورثة حقهم من حقهم يعني باش يدوا إلى هي قادرة تخلصهم، تحب تقعد في الدار هذيك تخلصهم، قوموا هذيك الدار شحال تسوى وتعطيهم حقهم وتقعد. هذه الزوجة تحب تقعد في هذيك الدار تخلصهم تعطيهم حق هذيك الدار شحال تسوى، كما يتباع عند الناس يجيبوا خابر يقومها تخلصهم. عاجزة وهي عند ظهره وفعلا تيقنوا بان عندها الدار خلاص، هما رحموا بها تعطفوا عليها خلوها المده قال حتى تلقاي، ولكن هي لقات عندها عندها دار. في هذه الحاله ما لازمش تكون انانيه، يعني هنا راهي انانيه يعني تحب روحها يعني حبت الدار هذيك باش لعلها تكري هذيك الدار يدخلها مدخول وهي قاعده في حق الغير. لا لا ما عندكش حق، حرام عليك دي حق. اما هذيك حسبي الله ونعم الموكيل، هذاك الله سبحانه وتعالى كيكون الدعاء فيه الظلم هذاك فيه الاثم عليها هي، عليها هي ماشي عليهم هما، عليها هي لأنها هي ظالمه ورايت توكل عليهم ربي بالظلم. ما يصحش ما يصحش هذا، بالعكس يعني هما المفروض يعني اللي يقولوا الكلام عليها هي ماشي هي اللي تقول الكلام عليهم هما. فنقول اتقي الله خافي ربي، هذا حق الورثه حسنا يعني خلاوك مده معينه الان تيقنوا بان عندك دار، ما دام عندك دار ما تكونيش انانيه يعني روحي لدارك، ولكن بشرط تدي حقك من هذيك الدار، ما فيش مشكل تدي حقك الثمن تاعك ما في حتى مشكل ما دام الميت عنده الاولاد. ولا وهما حسبي الله ولا كتقولي هذيك هذيك بمعنى ما تفوتش خلاص، هذا يعتبر بتعدي في الدعاء وظلم في الدعاء، انك كتظلمي الغير كتظلمي الغير، وهذا الدعاء هذا يا غير مقبول عند ربي سبحانه وتعالى لان فيه ظلم والظلم ربي ما يحبوش. فنقول لها بمعنى في هذه الحالة يعني خافي ربي واتقي الله، وانتم عندكم حق طلبوا حقكم، من حقكم انكم تبيعوا الدار، طلبوا تجيبوا خبير يقومها شوفوا شكون اللي يشريها باش تبيعوها له وتبيعوها كل تبيعوها وهي تروح لدارها واعطوا لها حقها وربي يوفق الجميع ان شاء الله. وبالنسبة لبنات الاخ يورثوا ولا ما يورثوش؟ إلا كان ابن يعني ابن واحد من أبناء ماشي ما يخش دخولنا الآخر أخ، لا لا الأبناء تاع الميت صح أبناء الميت، إلا كان واحد من الأبناء مات قبل باباه يدخل في الوصية الواجبة، ولاده يدوا حق باباهم الوصية الواجبة في الثلث ما يفوتش الثلث هذا هو. وهذا وش يدير؟ يعني غير الأبناء اللي يسالوا، غير الأبناء اللي يسالوا. الزوجة هذه ما تسالش، الزوجة هذه عندها الثمن كما قلنا يعني بك، هذا حق تاع يماهم. إي حق تاع يماهم، حق يماهم هذا وش تقول؟ حق يماهم. يماهم ايه بصح الزوج عنده حق، الزوج عنده حق، عنده حق ولا لا؟ لا هي عنده ايه، هو توفق بالميمه ويماه هو اللي توفق بالام. لا 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 هذه المراه هذه هذا توفى الابن تاعها قبل، لا نهضروا على راجلها هي توفي قبل ميمه، قبل يماه يماه خلاص. في هذه الحاله ولاده هما، اما الزوجه هذه وش معنى قامنا عندها؟ ما عندهاش حتى علاقه. وش معنى قاعد احنا عم بان الزوجه عنده حق، عنده حق تاعو نهضروا على الحق تاعه هو باش تدي معاه. في هذه الحاله لا، من حاجه تبدل كاع الفتوى هنايا في هذه الحاله، ما دام الام بيت بيتها وهي وليدها مزوج مات قبل يماه، حنا بمعنى الفقهاء والعلماء والسلف لما راوا بان فيها ظلم لما ما نعطوش حق لابناء الابناء فيه ظلم ساكن، لان العموم هذوما ما ولاوش يعطوا حق ولاد خاوتهم ولاو ياكلوهم،
فلهذا شافوا من باب الرحمة دخلوا الوصية الواجبة. الوصية الواجبة في هذه الحالة ما دام أبناء الأبناء، هذا أبناء الإبن هدايا، يدوا حق باباهم كي راهو حي بشرط ما يفوتش الثلث. إلا فات الثلث نشاوروا الورثة، إلا قبلوا الله يبارك، ما قبلوش لا ما يدوش فوق الثلث. وهي إما الزوجة واش دخلها في حق إماها؟ إماهم يعني إما واش دخلها فيها؟ ما عندها حتى حق، عندها دارها تخرج وتروح لدارها وغلا ما تدي والو. نعم والو، لا حق راجلها ولا شيء، هذو فقط نزلوا احنا الاولاد نزلوهم يسموه التنزيل، ندير الوصيه الواجبه هذوك الاولاد برك. يعني كي الاولاد كي البنات في زوج كي يدوا بمعنى حق باباهم، ما يفوتش الثلث فقط، هذا ما كان. اما هي اذا ما احنا نبالي هو توفى وهي عندها حق في الثمون وهو عنده دير، لا في هذه الحاله اذا لا حق لها اصلا. ان شاء الله، بارك الله فيك. زهرة من باتنا، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي سيدة زهرة. كيف حالكم؟ سلام على الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت نسقسي الشيخ، دروك الإنسان هذا الإنسان طيب، هذا الشخص طيب وصدق وإنسان فيه الخير وبر بأم وكل شيء، بس عنده شوية مشكلة مع أخته اللي شحال من خطرة تغلط. غلطت هكا اخطاء هكا حالت البنات نتاع ضروك وكل شيء، وما يشتيش هاد الاخطاء ساعه وهكا يتقابض معاها وما يهدرش معاها، وساعات يهدر معاها ساعات ما يهدرش معاها طول ساعه كي تكون في المجمع هكا ولا ما يشتيهاش تقعد معاها وكل شيء. يعني غير في هذه الحاله دوك الاعمال هذه نتاعو اللي يديرها والعمل الصالح ان شاء الله تكون كالجبال، بصح لكن مثلا نقولوا راه هكا مع اخته ولا هو ويظلمها ولا ماهوش يظلم فيها؟ نعم يظلمها يعني؟ يعني لا مش يظلمها، يعني من اخطائها وتصرفاتها اللي تديرهم ثم ولا ما يشتيش هذوك التصرفات نتاعها هي. ينصحها يعني، ينصحها بالتي هي احسن. نعم ينصحها بالتي هي احسن. هي كاين احيانا نقولها بلاتي احسن، هي ثاني عنيده، يعني عنيده وتتصرف تصرفات وينهوها على التصرفات هذه تتعاودها ساعات، بصح باش يظلمها لا ما يظلمها، يعني يظلمها كيما نقولوا هكا يتصرف معها ما يشتيش يهضر معها ما يشتيش ساعات ويقولها كلمه يعني حتى اسمها ما يذكرهاش. نعم. مثلا واضح ولا حاجه ولا في مثل هذا الامر. واضح سيده زهر. نعم عندك سؤال اخر؟ في هذا الجانب، يعني الاعمال نتاعو اللي يعملها وكل شيء، وهو الانسان يتقلق يعني في الساعه ويتقلق، يعني هذه الاعمال هذا الشيء يحجب له الاعمال هذو نتاعو كما يقول هذاك الايه يقول لك ياتي الانسان. واضح، يوضح لنا الشيخ ان شاء الله سيده زهره، يوضح لنا ان شاء الله. والسؤال الثاني دوك الانسان كي تبغي مثلا انت ما تقدرش تنصحه، يعني بالك تتجادل انت وياه ولا كل شيء، يعني كي تبغي تنصحه على طريقه مليحه مثلا تقول له راني شفت عليك رؤيا ولا حاجه، يعني في صالح انه صالحه، يعني هل هذا يعتبر كذب ام شيء اخر؟ يعني غير باش تصلح باش ينحي هذيك التصرفات ويدير تصرفات مليحه ان شاء الله. من كانوا ودعوا لنا ودعوا له ودعوا لأمة محمد ان شاء الله وربي يخلينا الشيخ بوزيد يفهمنا ويوصل لنا المفهوم ان شاء الله وشيوخنا كله، ربي يبارك فيكم ان شاء الله ودعوا لنا بالشفاء والثبات ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشافيكم يعافيكم يقويكم ان شاء الله سيده زهره، مع السلامه في حفظه تعالى. شكون معنا؟ ساميه السلام عليكم. اهلا السلام عليكم خويا. من راكي تكلمين الله يبارك؟ زوجتي سوسيت خويا يبارك فيك. ما شاء الله خير الناس، تفضلي. يسلمك يعيشك. خويا عندي سؤال على الوالده تاعي. الله يحفظها. يحفظك ان شاء الله. عندها 80 عام في عمرها اي مريضه طرفت الفراش. الله يشافيها ويعافيها. الله يعافيك يشافي كل عمر. عندها خويا شهر اكثر من شهر ونص ما صلاتش ما قدرتش تصلي. حاجات يديروا لها الحفاظات. كيفاش دوكا تقضي الدين تاعها؟ راهي واعية؟ ساعات تكون واعية تقدر هكا تصلي ساعات لا. وكي تقولوا لها الصلاة والوضوء تستجب يعني تتواجب معاكم؟ ايه تتواجب. ربي يشافيها ويعافيها. ان شاء الله. شي ساعات خويا يصبح لي تكون الحفاظات تاعها مشمخة. نعم. ساعات تكون بالنجاسة كي هكا ساعات نضحوا لها، ساعات تبقى بها. نعم. على حسب الظروف. نعم.
صلاتك تصليها مكاجيزه ولا كيفاش؟ تصليها بالتيمم. يواجبك الشيخ ان شاء الله وربي يشافيها ويعافيها ويقويها ويقدركم ان شاء الله. ان شاء الله سيده سميه. اكد لي خويا على جال حفاظات كي تكون فيها الاجهزه والشباخ. ربي يشافيها ان شاء الله. يعزك الله. شكرا. حسين من العاصمه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وش راكم سي حسين لاباس؟ وش راك بخير؟ الحمد لله، ربي يحفظك يطول في عمرك ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل سي حسين. كيف لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. شيخ كمال لو لاباس. الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. تفضل سي حسين. نعم شيخنا. تفضل. انشغالك. شيخنا انا استحقيت حاجه واحده برك يا شيخ. اللي هي؟ اللي هي الدعاء على الاولاد برك. دعاء للاولاد. للاولاد برك. بالصلاح ان شاء الله. ما حاجه يا شيخ. نعم. الحمد لله يا رب العالمين. أتمنى إن شاء الله ربي يصلح لنا الأولاد إن شاء الله يا رب العالمين. ربي يهديهم ويصلحهم إن شاء الله ويرزقك برهم إن شاء الله وتشوفهم في أحسن المراتب إن شاء الله وكما يحب خاطرك إن شاء الله. والله يا شيخ راني مغبول شوية من جهة ذراري، إن شاء الله ربي ندعو لهم إن شاء الله ربي يصلحهم وخلاص. كبار كبار في العمر. ماشي كبار كبار. إن شاء الله إن شاء الله ينصحهم الشيخ ويدعي لهم إن شاء الله والمشاهدين أيضا يدعوا لهم. الله ان شاء الله اخويا حسين مع السلامه في حفظه تعالى. شيخنا ربي يحفظك يبارك فيك. امين امين. نصيره من سعيده تطلب الدعاء لابنها بالصلاح والهدايه. يا رب احنا ندعو لها لها والاخ عبد الرحمن حسين يعني باش يصلح لهم الذريه تاعهم ويفرحهم بها ان شاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. وان يهديهم الى طريق الرشاد ان شاء الله، طريق الخير، وأن يصلح بالهم ويصلح حالهم. آمين. وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينهم في قلوبهم. آمين. ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. آمين يا رب. وأن يجعلهم من الراشدين من البارين للوالدين. آمين. وأن يبعد عنهم رفقاء السوء. آمين يا رب. وأن يبعد عنهم كل مكروه. آمين. وأن يجعلهم من الصالحين. آمين. ومشاهدون الكرام يقولوا آمين لهؤلاء ولولادنا ولد يعني الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله، أولادنا ربي يهديهم للطريق الصواب والطريق الصحيح والطريق المستقيم، وأن يحبب إليهم الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الله وطريق الجنة، وأن يبعد عنهم طريق النار، وأن يبعد عنهم الرفقاء السوء طريق النار من الشيطان إبليس وكل من يؤدي إلى غضب الله وسخطه يا رب العالمين. ربي إن شاء الله يفرحنا ويفرحهم وكل يفرحوا يعني يفرحنا بوليداتنا. امين. ويكبروا ان شاء الله في الطاعه، ويكبروا ان شاء الله في الصلاح، ويكبروا في العز، ويكبروا في الهدايه، ونفرحوا يفرحهم كل امه الاسلاميه باولادهم ان شاء الله يا رب العالمين، ويبعد عنهم كل مكروه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اللهم امين. بارك الله فيك ان شاء الله شيخنا. الاخ عبد الرحمن من وهران يسال عن زكاه المال، هل يجوز اعطاء نصيب من هذه الزكاه زكاه المال للمسجد يعني باش يخلصوا بها العساس تاع المسجد، حارس المسجد او القيم او ما يسمى القيم، شراء بعض المستلزمات من مواد التنظيف وغيرها، بارك الله فيكم. وغالبا يعني الزكاه لا تدفع الى المساجد، تدفع الى الفقراء والمساكين، ما ذكرش ربي المساجد، الفقراء والمساكين، الا حاله استثنائيه هي من باب الدعوه. معناتها قريه كامله ما فيهاش جامع. كيفاش قرية بكامل ما فيهاش جامع وما فيهاش من يعني بمعنى يساهم، شكون بمعنى يشارك باش نبنوا جامع؟ فهذا الأخ عنده مال حاب يمد الزكاة، ولكن لو يمدها مثلا لبعض الناس كذا وكذا، ولكن الجامع يعني ضروري. نعم. أن يكون يعني في مكان ما، وإلا كما قال العلماء استحوذ عليهم الشيطان، يعني بمعنى قرية ما فيهاش جامع استحوذ عليها الشيطان. فلذلك احنا باش نبعدوا الشيطان نقلوا منه، اما باش يروح ما يروحش، نقلوا منه نبنوا جامع على الاقل باش نضمنوا اولادنا، نصونوهم نصونوا اولادنا ونعمروا هذاك البيت الله سبحانه وتعالى بالذكر، نعمروه كما نقولوا بالصلاه وبقراءه القران، ولما يروحوا اولادنا للصلاه يروحوا قراءه القران على الاقل نخفوا من انحرافات باش ما ينحرفوش فلهذا احنا في هذا الباب
يعني الإنسان من باب الدعوة أو من باب بناء المسجد ما فيش قرية كاملة فيها جامع إلا هذا اللي يقدر يمول يجوز باش يمد الزكاة في هذه الحالة وحيدة. أما في غالب الحال الجزائر الحمد لله يعني هما فيهم خير كبير، وأنا شفنا بأنهم هما لما يبنوا الجوامع ورام يساهموا ومن غير مال الزكاة، فلذلك الزكاة تدفع إلى الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمحتاجين، ولا تدفع إلى المساجد غالبا، بمعنى لأن المساجد عندها أهلها اللي يتبرعوا بها بالتبرعات، ما تبناش بالزكاة. هذا هو والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. سيدة حسينة من جيجل تقول لك أنا رحت للعمرة وحبيت نحافظ على العمرة نتاعي، كاين اللي ربيتهم، كاين اللي كبروا معنا في الدار، وكاين يعني من الأقارب اللي قراب لنا بزاف يحبوا يسلموا. يحبوا يسلموا، فأنا بعض الأحيان نردهم، بعض الأحيان نحشم ونسلم عليهم. تقول لك في هذه الحالة كيف أتعامل معهم؟ هما كما قالوا لها المشايخ شفتوا لها، ولا خذ رأي المشايخ وشفتوا لك. أما قضية بمعنى تقول العرس اللي هو أصعب، العرس اللي هو أصعب، نقول العرس هذا إلى فيه الغناء في معصية ربي سبحانه وتعالى، خاصة في اختلاط ما تروحيش، خلاص خليها تغضب هي، خليها تزعف هي، ما انت ما تزعفيش كي تعصي ربي هي، وانت كي ما تعصيش ربي تزعف عليك. كيفاش هذه يعني العوج بالمقلوب؟ كيفاش هذا؟ بالعكس باش ما تزعفيهاش روحي لها قبل من العرس دي الهدية تاعك، قول لها اختي هاي هدية تاع الطفلة، انا كي تعرفي درت عمرة وكذا ماذا بي يعني ما خسرش العمرة تاعي، على بالك روح ديروا العرس وديروا الغناء وديروا كذا، انا ما نحضرش. لكن الغناء معقول، الغناء الجايز، الغناء الشرعي مرحبا. اذا كان باش دير الغناء بمعنى غناء يعني غير شرعي ومما لا يجوز، خاصه اختلاط وامور يعني غير شرعيه هي في معصيه الله، انا في هذه الحاله ما نقدرش نحضر باش نعصي ربي، وانا اللي اعتمرت على الاقل ربي سبحانه وتعالى باش يتقبل العمره تاعي، واستغفرت الله سبحانه وتعالى وادعيت ربي باش يهديني، ماذا بيا نبقى على هذيك الطريق المستقيم. نعم. وانا يعني نقول لك اختي لا ديري عرس، عرس معناتها كما نقولوا ما فيهش هذه الامور المخالفه للشرع مرحبا نجي، اما اذا كانت ديري امور مخالفه للشرع سمحيني اختي هاي لك الهديه مبروك عليك، ربي يبارك لكم ان شاء الله ويحفظكم ويزن سعد الطفله، وسمحيني بقى على خير وما تزعفش وما تزعفيش ان شاء الله. ربي يحفظك ويبارك فيك. تطلب الدعاء لزوجها بالرحمه. يا ربي الله يرحمها، يرحمه ويرحم موتى المسلمين. آمين. يعني يرحم موتانا موتى المسلمين، يرحم الراحمين يا رب العالمين، وموتى فلسطين يعني سموه غزه كذلك، وتراجعنا من الشهداء هذو. امين يا رب، ان شاء الله يرحم الرحم يا رب العالمين. الله يجزيك خير ويبارك فيك. تقول عند وفاه شخص هل يجوز لنا الذهاب يعني في اول ايام يعني دفنه، يعني اليوم الاول يعني زياره المقابر؟ ما فيهاش يعني بمعنى تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد نهيتكم عن زيارة وآلاف الآن يعني آلاف زوروها، زورها خلاص، ما قالش غدوة غير غدوة ولا، وإنما يجوز يعني من باب الجواز يجوز يروح يزوروا غدوة من ذاك القبل، لأن عادة من عادات ما يديروهاش بصح سنة، ما يقولش معناتها سنة واجب ولا لا لا، لا يقولوا بأنه واجب نروحوا، لا نقول للحرام ما يجوش توجبوا حاجة ما وجبهاش الشرع، احنا نقول باب الجواز باب الرخصة، يعني يجوز إنسان غدوة من ذاك يروحوا يزوروا القبر ما فيهاش مشكل، من باب العادة يزوروا عادة يروح، خاصة يعني نساء الوالدين ولا الأقارب اللي هما محبوب عليهم وخلى لهم فراغ كبير واشتاقوا ليه، علاش يروحوا يزوروا القبر؟ كزيارة القبر يعني كعادة الأيام ما فيهاش مشكل، برك ما يديروهاش كشغل لازم نروحوا عبادة واجب نروح، هذه لا لا ما نقبلوهاش، هذه نقول لا هذه شرع ما انزل الله بها من سلطان، لا كل مره كل يعني سنه تولي تعود سنه، لا لا هكذا لا، احنا نقولوا الان زياره القبور خاصه النساء مرات مرات، ماشي كل وقت في القبر، لا لا، لان علاه في حديث اخر اللي يقول لعن الله الزوارات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن لكثر زياره القبور، لعن الله زوارات القبور، فالعلماء قالوا كيفاش الرسول منا قالنا زوروا ومنا قالنا لعنة الله عليكم، كيفاش نديروا حنايا؟ نروحوا ولا ما نروحوش؟ فبعض العلماء يقول لكم العونات، بعض العلماء يقول لا لكم تجوزوا، يجوز تزوروا القبور، كيفاش نديروا يا شيخ؟ هنا العلماء واش قالوا؟
قالوا باش نتجمعوا ما بين القولين بين حديثنا هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم جوز المرأة والرجل يزوروا القبور، ولكن النساء ما لازمش يكثروا، ما لازم كل سمانة راه يتم، كل جمعة وكل جمعة راه يتم، لا مرات 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 معناتها كل 21 يوم كل شهر، ها معليش يعني باش تقلل من الزيارة، ما تقولش كل دقيقة راه يتم، هذا يدخل فيها هكذا. واش قال العلماء؟ هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، معناتها اللي رايحة جاية، رايحة جاية المقبرة، هذا قالوا تدخل فيها هذه اللعنة هذه، فلهذا نقولوا لا، يعني اللي يجوز المرأة تروح تزور القبر ولكن ماشي كل وقت، يعني من ذاك من ذاك، لأنها علاش تذكرها بالآخرة وتروح تدعي لهم، وتروح كذلك تدعي ربي سبحانه وتعالى باش يجمعهم يوم القيامة يعني في الجنة النعيم إلى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. سيدة سلمى من بيتنا تقول لدي صلاة فائتة، مانيش شافي ومانيش عارف شحال من يعني كم سنة لم أصلي نعم. فيها ولا كم شهر، تقول لك كيفاش يعني نرقى هذا الشيء؟ شوف العلماء هنا قالوا أن الإنسان الشك ولا الإنسان ما عندوش يقين شحال يقعد يصلي حتى يتيقن، حتى من يقول خلاص أجيب لي ربي وأقل بركات خلاص، تقعد تصلي تقعد تقضي 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 حتى وين تقول خلاص هذا جاب لي ربي انتهى، لأن عندها شك، ما دام عندها شك مش عارفة بالضبط شحال التحديد ما تقعد تقضي تقضي حتى وين تتيقن بلي بزاف خلاص ها وجاب لي ربي خلاص انتهى، هذا واش قال العلماء. نعم الله بارك الله فيك، الله يجزيك خير. تقول كنت أصلي كل الصلوات الخمسة صلاة سرية بدون علم، والآن وليت نعرف وليت يعني كاين صلاة سرية وجهرية، الصلوات اللي فائتة هذيك اللي كنت نصليهم سرية هل فيها خلل أو شيء؟ نعم أختي الكريمة، أنت تعلمين أن صلاة الجهرية والسرية هي للرجال ماشي للنساء، المرأة عندها صلاة سرية ما عندهاش جهرية، ما تقراش جهرا سرا صلاة كل اللي صليتها لبس عليك، شكون اللي قال لك هذا المرأة تقرأ جهرا؟ شكون هذا؟ شكون اللي قال لك هذا؟ المرأة تقرأ سرا تقرأ في دارها بس إلا حبت تجهر شوية تسمع روحها برك، ما تسمعش كما يقول الناس، تسمع روحها برك، ولا اللي قاعد قدامها هنا على الأكثر، إلا سمعت روحها ولا سمعت واحد اللي قاعد قدامها هذه إلا جهرت يعني مليح مليح، هذا مش أما الأصل فيه أنها تسمع نفسها برك، سير تقعد سرية وما تجهرش، المرأة ممنوع عليها الجهر، ما تجهرش خلاص، وربي يعني يقبل منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله الله يجزيك خير. وأيضا تسأل عن الأذكار هل تكون سرية أم جهرية؟ نفس الشيء يعني الأذكار إذا كانت في البيت زارها واحد مكان تذكر سواء ديال جهرية ولا سرية في دارها واحد ما يسمعها، هذه ما فيها حتى مشكل، بصح إذا كانت في المسجد لا، في المسجد تقرا يعني سرية ما تجهرش باش ما يسمعوش الرجال يعني كلامهم ولا حاجة، الأصل فيه المرأة أنها تذكر ولا تصلي في السر، يعني تصلي سرا ما تصليش جهرا. نعم. والله أعلم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. سمية من تسمسيل تقول الوالدة في عمرها تقريبا 80 سنة، الله يشافيها ويعافيها آمين، وهي طريحة الفراش منذ شهر ونصف لم تصلي، وأكرمكم الله راهي ترتدي الحفاضات، بعض الأحيان تكون مبللة وفيها النجاسة، تقول في هذه الحالة كيف تصلي؟ نعم، احنا نقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا لا لا نعم. ويقول كذلك يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم، وحنا عندنا قاعدة أصولية بمعنى أن المكلف مش هو الإتيان بما يستطاع، لا تكلف إلا بما يطاق، يطاق أما ما لا يطاق لا، فهنا مش قادرة باش هي تنظف روحها ولا باش تنوض تقدر تروح مثلا لبيت المياه باش تروح مسكينة تقضي حاجتها ولا ما تقدرش، راهي مشلولة قاعدة في البيت، الله يشافيها. نعم وربي يشافيها إن شاء الله. إذا كان فيه بمعنى مشقة لأهل الدار باش يبدلوا لها كل وقت، فهذه الحالة يبدلوا لها في وقت واحد، يعني مثلا كل صباح يبدلوا لها وتصلي كما هي، لا غالب مشمخة وفيها النجاسة، لا غالب لأنها غير قادرة على رفع النجاسة، مش قادرة باش تترك الصلاة على جنازة، نقول لها لا لا صلي كما أنت تتيمم وتصلي بالنجاسة. نعم. علاه؟ لأن النجاسة وش هي؟ مع القدرة رفع النجاسة مع القدرة والذكر
هنا عندها الذكرى، عارفه بان مسكينه راهي نجسه، ولكن ما عندهاش قدره باش تنحي هذيك النجاسه. في هذه الحاله ربي ما يكلفهاش، في هذه الحاله تصلي وما تخليش الوقت يروح، تتيمم وتصلي كما هي. قلنا اذا كان قدروا اهل الدار يبدلوا لها الحفاظات كل صلاه الله يبارك، ولكن هذا ياخذ لهم معنى كما قلت تكليف وقت. مشقه فيها مشقه. بلاد نقولها كل على الاقل كل يوم تبدلوا لها الحفاظه، كل يوم تبدلوا لها حفاظه وتصلي كما هي الصلوات الباقيه، يعني الصبح تبدلوا لها والباقي تصليهم كما هي. لا غالب لان فيها مشقه، ما تقدرش تنظف نحا وما تقدرش ثم كذلك تبدلوا لها، فتصلي كما هي بالتيمم وتصلي وما تخليش الوقت يروح. اما اذا كان كما قلت مرات عقل كاين مرات ما كانش، اما كان اذا كان العقل راح لا غالب هذاك لا تكليف، ما عندهاش تكليف، احنا نحاسبوها نهار العقل يكون، كي يكون العقل تصلي، الا العقل راح لا غالب مسكينه راهي مش محسوبه. وشهر ونص هذوك اللي ما صليتهم شيء واش دير؟ اذا كان في العقل تاعها، اذا كان راح العقل ما كان والو، لا تكلفه الا بالعقل باش بالوعي بالذكر الوعي. إلا ما عندهاش مسكينة باش هي أصلا لو كان تقدر تصلي الأوقات تاعها كما هي راهي ديجا كيما نقولوا يا ربي دارت حاجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء إن شاء الله، نسأل ربي سبحانه وتعالى باش يقدرها على الصلاة ويرزقها الوعي. إلا توعت مليح وكذا تقدر تقضي ذاك الوقت، أما لو كان مسكينة هي رايحة جاية رايحة جاية الله يكون معاها وربي يشافيها إن شاء الله. إن شاء الله الله يجزيك خير وربي يشافيها ويشافي كل مريض يا رب. يحيى من بجاية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم وجزاك الله وسعيكم. آمين يا رب، الله يحفظك ويبارك فيك سي يحيى. وإياكم إن شاء الله. أخونا الكريم، والله عندي واحد التساؤلات بخصوص حالات الجنائز. نعم. أحيانا الأمور التي يفطر أن تجمع تقع فيها إشكالات، نسأل الله اللطف. نعم. إذا سمحتوا وفق للتأصيل الشرعي للمذهب المالكي مذهبنا، هل في حالة وفاة الشخص مساء مثلا ودفنه يتم في اليوم الموالي، هل الأفية والأسلم شرعا أن يعني يوصل في الليل أو يوصل قبيل الدفن؟ نعم، هذا إشكال جزئي. مع كذلك عندنا أحيانا تقع بعض حول موعظة الدفن مؤصلة غير مؤصلة، والدعاء الإمام والمأمومين يؤمنون على دعاء الإمام، كيف يعني يكون ذلك حتى يرجع التراب؟ أحيانا يقع في إشكال جزئي على أساس أنه إذا كان أعيد كله يرتفع القبر بما يزيد عن الشبر، هل هذا ينطبق مع حالة الدفن أو يقصد به مرحلة ما بعد يعني لما تقر الأمور ينزل التراب يصبح حالة طبيعية؟ طيب ان شاء الله. فهمت؟ ان شاء الله. واضح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا الله. شكرا سيدي. مع السلامه في حفظ الله. طيب شيخنا ربي يحفظك. زهره باتنا تقول كاين. طيب شكون؟ نسيت. السلام عليكم، شكون معنا؟ اسمح لي شيخه. سلام ورحمه الله، تفضلي الاخت. معك زينب من الجزائر. شكون؟ نسقسي الشيخ من فضلك، عندنا قضيه بيع بيت. قضيه بيع بيت، بيع منزل. شرينا دار بالكلمه بالشهود ومدينه المول دار العربون. نعم بالشهود وعطينا والعربون. نعم. بعد مده قبل ما يتم الاجراءات تاع الاوراق وكل حاجه السيد توفى. نعم الله يرحمه، ما عندوش بزاف. طالبونا دوك اهل الدار بال نردوا لهم دارهم. نعم هذا حبيت نستفسر عليها، اسكو البيعه تمت هكا شرعا ولا لا؟ لا ولا حبيت تردوا لهم الدار. هما حبوا يرجعوا. علاه حبيتوا تردوا لهم الدار؟ هما اللي حبوا يدوا لنا الدار ماشي احنا اللي حبينا نردوا لهم. صح، انتم عندكم الدليل يا اخي، عندكم الشهود. خلاص عندنا شهود حنايا، وعندنا قال لك حنا سينا امام واحد اخر وقالنا لا باللي البيعه تلغى، وحنايا ماناش ما لغيناهاش البيعه، ولا حنا حابين دارنا باسكو ما عندناش فين نروحوا. عندكم درتوا عند النوتار؟ كتبتوا عند الموثق؟ ما درناش، ما كتبناش، كنا ندوا اوراق الخطره الاولى، جاب لنا ورقه تاع مفتاح برك، من بعد الموثق قالنا باللي لا جاب لنا الشهاده السلبيه والاكت، قتلوا الدفتر العقاري ما خرجوش، توفى الله يرحمه ويسع عليه. دوك الورثه حبوا يبطلوا البيعه هذه. نعم، اخ الميت والزوجه تاعو قالت لك حبينا نبطلوا البيعه. والعربون رجعوه لكم ولا ما رجعوه لكمش؟
حنا ماناش حابين نبطلوا البيعه حاليا، مازال ما رجعولناش، قالنا كيما حبيتوا نتوما، حنا ما نتنازلوش على البيت، حنا حبينا نسقسوا الى شرعا البيت راهو تاعنا دركا مادام كاين عرض وشهود ولا لا؟ لا، هذا سكن اجتماعي ولا سكن عادي؟ سكن عادي. سكن عادي. طيب عاودي ذكريني بالاسم ربي يحفظك. زينب. شكرا اخت زينب، يعطيك الصحة، شكرا، مع السلامة في حفظ الله. طيب الله يحفظك شيخنا. الأخت زهرة من باتنا تقول أخ يعني طيب لكن يتقلق مع الأخت نتاعو بزاف ويزجرها وينصحها يعني بقوة، يعني ما يظلمهاش، تقول لك هو يعني يدير الأعمال الخير، ويقول لك في هذه الحالة كي يزجر الأخت نتاعو ويتعامل معها بقوة، هل ترفع الأعمال إلى الله أم لا؟ هو بالنسبة هذه الطريقة مش طريقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دخل اللين في شيء إلا زانه، وما دخل الشين هذا في شيء إلا وشنو هو؟ شانه. شانه دخل العنف، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل العنف في شيء إلا شانه، يعني الشين هذا. فلهذا نقول الإنسان من يريد أن يربي أو أن ينصح ينصح بالتي هي أقوم، بالتي هي أحسن، وادي خسو رهيب بمعنى أمانة عنده، فلهذا يحافظ على هذه الأمانة ما يحقرهاش. ما هوش بمعنى كي عنده حق، هو عنده حق ولا ظلم، هذا الحق هذا حوله إلى ظلم، يضربها ويقول لها كلام موش مليه، ها هاك الآن تنطق أنت بكلام موش مليه وراك تظلمها، يعني تضربها عليه، علاه تضربها؟ أقنعها، حكمها، أن تتحكم في كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة، ما هوش الشديد إنسان قوي يعني كي يزعف بزاف ويسرع الناس وكذا وكذا، ما هوش هذا، هو الذي يملك نفسه عند الغضب، اللي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو الراجل عند ربي، اللي يقول أنا وأنا، اللي يشد نفسه، يحكم نفسه، ما يزعفش وما يعودش يقول كلام موش مليح، ولا يعود يتصرف تصرفات ماهيش مليحة، هذا هو الراجل عند ربي سبحانه وتعالى، ما هوش اللي فقط يتقلق يضرب ولا كشميدين بعد يولي يندم بعد، لا، فنقول لك غلط في هذه المسألة، الطريقة هذه غلطة، أنت راك غلط، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، حاول كيف تتعامل مع أختك معاملة حسنة، عاملها بالمعروف، عاملها باللين، حاورها، وري لها، ماهوش بمعنى أنك تعمل، أما قد ترفع الأعمال لا ترفع الأعمال، الأعمال كل خميس ترفع عند ربي سبحانه وتعالى، كل خميس ترفع عند ربي سبحانه وتعالى، فاللي خير خير واللي شر شر. اما باش نقولوا هو لا ترفع الاعمال، هذا الله اعلم. احنا نعرفوا بان الاعمال يوم الخامس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع، وانا نحب نصوم فذاك النهار باش ربي لما يرفع الاعمال في يوم الخامس نكون صايم، والله اعلم. ان شاء الله الله يحفظك ويبارك فيك. تقول في سؤالها الثاني إنسان لا يستطيع يعني نصحه وإرشاده، وبعد كي تتلاقى به تقول أني شفتك في المنام وفي الرؤية وتبدأ في نصحه، هل هذا يعتبر من الكذب؟ شوف، إذا كان في الكذب إصلاح مصلحة لإصلاح الشخص أو إصلاح ذات البين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. لكن أنت لو بغيت تصرحيه عن طريق هادية ولكن تنفع، موش بمعنى علاش قال فذكر إن نفعت الذكرى، إلا تنفع، أما إلا ما تنفعش معناتها تكذبي غير في باطل ما كان له. نعم. شوف أنت يا هذ الطريقة هادية ولو بالكذب باش تصلحيه وتنفع هذه الطريقة مرحبا، أما إذا كانت هذه الطريقة ما تنفعش من راح تكذبي غير في باطل، لا تكذبي، ما تكذبيش. فلهذا شوف انت هي الطريقه هل تنفع ولا لا تنفع، اذا تنفع امشي فيها، ما دام انسان يصلح فليس بكذاب. نعم، وربي يوفق. الله يجزيك خير ويبارك فيك. في عجاله شيخنا يحيى من بجايه يسال عن الجنائز عند وفاه الشخص، هل يعني من المستحب دفنه في نفس الوقت ام نتاخر حتى الغد؟ هو الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم عجلوا، يعني بمعنى الانسان في الجنائز تعجيل، إنسان يدفن في أقرب وقت، ولكن إحنا ظروفنا نشوفه، ظروفنا إنسان أحيانا
بنته راهي في فرنسا راهي بعيده والعشيه في النجي وكذا حبت تشوفها بلي اخر مره. لا ما ربي يوفق ان شاء الله. ان شاء الله الاخ يحيى والاخت زينب غدا ان شاء الله او يوم الاحد باذن الله تعالى سنجيبكم عن بقيه الاسئله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك شيخنا.